أهلا بكم مع أخبار الرياضة. تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم إلى المركز 82 عالميا على لائحة التصنيف الشهري الصادرة اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، متقدما بذلك 17 مركزا عن التصنيف الأخير. وأعلن الفيفا في التصنيف الجديد أن المنتخب الوطني نجح في إحراز تقدم كبير بفضل نتائجه الإيجابية التي حققها مؤخرا، والتي من أهمها الفوز على منتخبي أستراليا وطاجكستان بالتصفيات الأسيوية المزدوجة. وفي ذات السياق، استدعى بول بوت المدير الفني للمنتخب الوطني 24 لاعبا لتشكيلة المنتخب الذي يستكمل تحضيرته لملاقاة قرغستان في 17 من الشهر الحالي ضمن الجولة 8 من التصفيات المزدوجة. قرر اتحاد كرة القدم تأجيل مباريات الأسبوع السادس من دوري المحترفين لكرة القدم بسبب الأحوال الجوية السائدة وتأثيرها على الملاعب. وأعلن مدير دائرة المسابقات في اتحاد كرة القدم عوض شعيبات أن المباريات التي كان مقررا إقامتها يوم غد وبعد غد تم تأجيلها إلى موعد لم يحدد بعد. وكان يفترض أن تقام يوم غد ثلاث مباريات تجمع شباب الأردن مع ذات راس وكفر سوم مع الرمثة والوحدات مع البقعة، على أن تجري يوم السبت المقبل ثلاث مباريات تجمع الأهلي مع الحسين إربد والجزيرة مع الأصالة والصريح مع الفيصلي قبل أن يصدر قرار الاتحاد بتأجيل المباريات. خسر منتخب الشابات لكرة القدم تحت سن 17 عاما أمام منتخب بافاريا الألماني بخمسة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب. وفرض المنتخب البافاري سيطرته على مجريات اللقاء وتمكن من تسجيل خمسة أهداف خرج بها فائزا في المباراة الودية الثانية، علما أن المباراة الودية الأولى التي أقيمت الاثنين الماضي انتهت بفوز المنتخب البافاري أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتأتي هذه المباريات الودية للمنتخب في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم للشابات والتي ستقام في الأردن اعتبارا من 30 من أيلول المقبل. سحبت أمس قرعة بطولة كأس الأردن لكرة اليد في مقر الاتحاد بمدينة الحسين للشباب بحضور نائب رئيس الاتحاد نبيل شمروخ وأمين السر عبد الحليم الدراتكا. وأوقعت القرعة فريق الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق العربي وأم جوزة وعمان والفجر، بينما جاء فريق السلط في المجموعة الثانية والتي تضم إلى جانبه فرق الحسين والكتة ويرموك الشونة والقوقازي وكفرنجة. وحسب القرعة سيلعب الأهلي مع العربي وأم جوزة سيلعب مع الفائز من المباراة التي تجمع بين فريقي عمان والفجر، كما يلعب السلط أولى لقاءاته مع فريق كفرنجة، بينما يلعب الحسين مع الكتة ويلعب يرموك الشونة مع القوقازي. أقام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم مؤتمرا صحفيا برئاسة لواء جبريل الرجوب، أعلن من خلاله أن مباراتي فلسطين أمام السعودية وماليزيا في إطار التصفيات الأسيوية المزدوجة ستقامان في عمان. وكان الاتحاد الفلسطيني قد أعلن اليوم عن اتصالات جرت مع اتحادنا لكرة القدم لإقامة المباراتين في عمان. كما كشف الاتحاد الفلسطيني أيضا عن رغبته بطلب تأجيل مباراته أمام المنتخب السعودي والمقررة يوم الاثنين المقبل. أعطونا ديدلاين الفيفا، طلب منا قبل الساعة 12 حسب توقيت سويسرا أنه نعطي جواب. خلصنا اجتماعنا الساعة 12 إلا 10، طلبنا من مديرة العلاقات الدولية تبلغ الفيفا أنه إحنا الأردن. الماليزيين هم طلبوا بالأردن لأنهم حجزهم هيك، وإحنا ما مستحيل نعاقبهم يعني، برضو نروح نلعب في دولي ونيجي بعد تعرف كمان بدها تروح. قلنا خلص نلعب المبارتين، وإخواننا الأردنيين مشكورين رحبوا بذلك. تعادل فريق سبورتيبو لوكينيو الباراغوياني مع ضيفه سانتا فيه الكولومبي بهدف لكل فريق في مباراتهما ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم. تقدم لوكينيو في الدقيقة 14 بهدف أحرزه الأرجنتيني غويدو ديفاني، ثم أدرك الفريق الضيف التعادل في الدقيقة 61 عن طريق اللاعب البديل بالدوميرو بيرلازا، ينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.
هذا ويلتقي الفريقان مجدداً في مباراة الإياب المقررة في 25 من الشهر الحالي في بوغوتا.